ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسع من عملياتها عمليات توغل البري في قطاع غزة، وبتستهدف المدنيين والمنازل والمساجد والمدارس بصورة لم تحدث منذ بدء هذا الاحتلال. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن خطورة توسع الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقصف المدنيين في قطاع غزة وبعض المناطق مع ضيفنا المعرف في استوديو. صباح الخير يا مصر، دكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح. يعني تصعيد خطير من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وتبغل بري، ويعني الشمال تقريبا يعني أكثر من 80% من أهل الشمال نزحوا إلى الجنوب. وضع خطير جدا، وضع مأساوي، لم يعد هناك مكان آمن، لم يعد حتى هناك مكان يمكن للفلسطينيين أن ينزحوا إليه مرة أخرى. حضرتك شايف هذا المشهد إزاي، وخطورته إيه، وقراءتك ليه إيه؟ يعني بداية تحية لكم ولكل المشاهدين ولقناتكم ولكل الإعلاميين حقيقة الذين يقومون بتغطية هذا المشهد المهم، والمجد لشهداء فلسطين وكل أبناء شعبنا، تحية لهم على هذا الصمود. الحقيقة أنه الذي يجري في فلسطين الآن هو تكرار لكل الجرائم التي جرت منذ عام 48 مع مضاعفة لعملية العدوان بشكل بربري سافر. الآن الهجوم الذي انتقل من شمال غزة إلى جنوب غزة هو هروب من نتنياهو للأمام، هذا على المستوى العسكري. نتنياهو الآن لا يعرف كيف يعود إلى الوراء، لأن عودته إلى الوراء هي عبارة عن يعني انتهاء حكمه السياسي فشلا ذريعا. كل الوعود التي وعدها لناخبي ولجمهور ولحتى لحزب الليكود ولذوي الأسرى قبل ذلك، أنه وعد بتحرير الجنود ووعد بتحرير المدنيين، لم يحقق أي منها. وعد بالقضاء على المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المسلحة، أو برأس ما يعني قادة حماس الاثنين اللي هو السنوار والضيف الذين يقودون المعركة. الحقيقة أنه لم يحقق أي من هذه الأهداف التي ذكرها. ثم أيضا في ما يتعلق بهجومه الكامل والوحشي على غزة وتهجير جزء من أبناء غزة، وادعى مسبقا أنه قام بال يعني احتلال غزة، شمال غزة، والسيطرة عليها وأصبحت تحت قبضته ولا يوجد فيها مقاومة، خرجت منها العديد من الصواريخ وخرجت منها المقاومة وتكبد العديد من الخسائر في العديد من المشاهد ويظهر للعالم. ولكن هو بسبب فشله هذا وعدم قدرته على الدخول إلى المعركة الحقية البرية بشكل يعني زي ما بقولوا كده في البلدي راجل لراجل، أو مواجهة برية مباشرة من مسافة صفر، يعني حرب برية، هو يختبئ ما بين اختفائه خلف الدبابات وخلف الآليات العسكرية، ويستند في قصفه إلى ضرب المدنيين بأكبر قدر ممكن وتدمير البنية التحتية. لماذا يفعل ذلك؟ لقتل الحياة. قتل الحياة مهم جدا بالنسبة لنتنياهو لتنفيذ المخطط ما بعد الحرب وليس الآن. الآن الناس كلها يعني هو يقتل أطفال ويقتل مدنيين ويضرب في المستشفيات وكذا. حتى لو حصلت هدنة ووقف لإطلاق النار في هذه الحالة، لا يمكن، أنا كإنسان لا يمكن أعيش في هذا المكان. أصبح مدمر، لا في مستشفى ولا في بنية تحتية ولا في كهرباء ولا في مياه ولا حتى في مدارس للأطفال اللي عايشين. أنا مش هقول كل في عندي أطفال حوالي 3500 طفل حتى الآن من أطفال مدارس فقدوا، يعني خرجوا من السجلات المدرسية على مستوى المحافظات الشمالية. أيضا أنا أقول بشكل صريح أنه لماذا يقتل الحياة في غزة؟ لإعادة فكرة التهجير للشعب الفلسطيني خارج فلسطين، بغض النظر عن كانت مخططاته مسبقا أنه يعني كانوا مخططوا يعني بشكل أو بآخر أنهم ينقلوهم إلى سيناء في فكرة التوطين البديل والشعب الفلسطيني رفضها. لا، لأن هناك مخططات أخرى هي التهجير، مش التهجير القسري، ما يسمى الآن خرج عندهم في الإعلام الإسرائيلي التهجير الطوعي. صحيح. يعني إيش تهجير طوعي؟ يعني الإنسان الفلسطيني هي كنت حابب تعيش في هذا المكان، عيش، ما هو مدمر. فأنا شخصيا لما ينعرض علي كإنسان هو قسري أيضا، هو قسري، هو يجبرك على أن تقول بنفسك أريد أن أسافر، أريد أن أغادر، خلاص. فهي كلمة الطوعي يعني طواعية أنت جاءت منك، أنت بإرادتك أنت كفلسطيني أن تغادر طواعية من أرضك للعمل في دولة أجنبية. بس حتى المشهد يا فندم برضو، يعني حتى لو وقت الهدنة
في مواطنين من اللي نزحوا من الشمال كانوا عايزين يرجعوا مرة أخرى. نعم نعم، ولذلك حتى لو المكان مدمر هو يراهن على الضغط الكبير جدا لتدمير كل مقومات الحياة، وبالتالي يجبر الإنسان الفلسطيني على التهجير. وبالمناسبة هو مش عايز كل الشعب الفلسطيني يهاجر، هو عايز منطقة شمال غزة لإيجاد ما يسمى بحاجز أمني، يعني منطقة فاصلة عازلة ليقلل أو يخفف من عملية الهجوم البري الفلسطيني، بمعنى أنه في المرحلة القادمة لو حصل هدنة ووقف اطلاق النار وانتهت الأمور بسلام وأعيدت انسحبت القوات الإسرائيلية من غزة، هو يريد أن يكون في المرحلة القادمة ما يسمى أولا منطقة عازلة بمسافة 3 كيلو إلى 5 كيلو في منطقة غزة، هذه معزولة منزوعة السلاح مش موجود فيها فلسطيني، ومنطقة صحراوية بحيث أن الفلسطيني لا يستطيع الهجوم البري عشان يوصل لحدود أو ما يسمى بغلاف غزة عند الاحتلال الإسرائيلي. لكن احنا عندنا رشاقات صاروخية وعندنا مسيرات بالنسبة للمقاومة، مقصود يعني هو لو قدر أنه يوقف الهجوم البري لكن مش هيقدر يتعامل. نعم، مع هو يريد الصاروخية أن يفعل أولا يعني يحجم مسألة الهجوم البري يوقفها تماما، ومن ثم مسألة الهجوم الجوي يعيد حساباته في القبة الحديدية بتعزيز القبة الحديدية وكيفية استهداف أي جسم طائر يأتي إليه يقوم باستهدافه بشكل كبير جدا. أما على المستوى البري هو يريد أن يضمن أنه لا يوجد زحف، يعني غلاف للغلاف زي ما بيقولوا كده. نعم، لحماية الغلاف ولحماية ما بعد الغلاف، المستوطنات الشمالية أو المدن الشمالية لغلاف غزة، ما بعد مدينة غزة عسقلان والزدود والمناطق هذه وصولا إلى يافا وتل أبيب، فيما بعد تل أبيب اللي تسمى تل الربيع سابقا، وصولا إلى شمال أو محافظات الشمالية. لذلك هو يشعر بالقلق نتنياهو، لكن هو على صعيده الداخلي هو أيضا يمر بظروف خطيرة جدا. يعني هو يعني حقيقة قبل 7 أكتوبر كان له موعد للمحاكمة وتم تأجيلها لمدة شهرين، الآن انتهت الشهرين ونحن داخلين فيما بعد الشهرين. قبل يعني يومين تقريبا بدأوا يتحدثوا عن إعادة فتح ملف المحاكمة للاحتلال على 4 قضايا، لنتنياهو على 4 قضايا وهي قضايا شخصية بالمناسبة. طب هل ده ممكن يؤثر على سير المعركة؟ هو في هناك أشخاص يقولون يؤثر على سير المعركة باعتبار أنه هو الذي يقود ويصر على استمرار الحرب، لكن رأي آخر يقول أنه لا، هو حتى لو خرج نتنياهو من الحياة السياسية لن يؤثر على سير المعركة، لأنه الذي يقود الحرب هو وزير الجيش. أنا باعتقادي أنه خروج نتنياهو والمطالبة الدولية بمحاكمة نتنياهو وقادة الحرب في عن طريق محكمة الجنايات الدولية وإرسال مذكرات يعني اعتقال لهم، أعتقد سيوقف الحرب فورا. أضف إلى ذلك يعني إذا كان هناك يعني إرادة دولية أو ضغط دولي على الولايات المتحدة، باعتبار الولايات المتحدة يعني هي الراعي الحقيقي الرسمي الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، ولو رفعت الغطاء عنه أعتقد أنه نتنياهو سيسقط، مش نتنياهو، كل الاحتلال الإسرائيلي سيصبح في مهب الريح إذا ما قررت الولايات المتحدة أن ترفع الغطاء عنه. بايدن الآن يتعرض لضغوط داخلية في داخل البيت الأبيض، وليس أيضا على مستوى الرأي العام الداخلي، إنما على مستوى صناع القرار. صحيح. في البيت الأبيض من مستشارين ومن أعضاء في البيت الأبيض، أيضا في الخارجية الأمريكية هناك إشكالات، في الكونغرس الأمريكي هناك مشاكل، في الرأي العام الأمريكي هناك الكثير من حتى اللوبي اليهودي هناك في الولايات المتحدة يرفض ما يفعل نتنياهو لأنه يسيء لعلاقاتهم وسمعتهم ولمصالحهم الاقتصادية إذا ما تعرضت إلى استمرار حملات المقاطعة على مستوى العالم، لأن هذه منتجات ليست أيضا للاحتلال الإسرائيلي، أيضا منتجات لرجال أعمال إسرائيليين الذي تعرض مثلا سفينة التي تم اختطافها في عرض البحر الأبيض المتوسط، هي ليست للجيش أو للحكومة الإسرائيلية، هي لمواطنين إسرائيليين أو رجال أعمال كبار على مستوى العالم ولهم مصالحهم الدولية. فهناك من يعارض سياسة نتنياهو الحقيقية، وبالتالي أيضا الإشكالية يعني احتمالات وقف الحرب برأيي في الفترة القادمة أنه أهالي الجنود وصل عددهم إلى يعني 137 جندي حقيقي موجودين حتى الآن أحياء، أنت إذا استمرت في الحرب قد يعني يسقطوا هذول قتلى في الحرب بسبب القصف الإسرائيلي، وربما أيضا بسبب الحرب البرية لن يكون هناك تفرقة. ومخطط نتنياهو فيما يقوله بشكل صريح أنني أريد إغراق غزة
وجبنا مضخات ومش عارف من البحر. طيب ما هو سؤالي بقى لحضرتك التالي، هل اصلا السيناريو ده منطقي وواقعي انه ينفذ على ارض الواقع؟ غير منطقي. اولا غزه اعلى ارتفاعا من البحر، ارتفاع غزه اعلى من البحر بارتفاع بما لا يقل يعني 3 متر او اكثر، يعني في بعض المناطق اكثر. تحدث ان هم عالجوا النقطه دي بالمضخات، اذا عالجوها بالمضخات 360 كيلو، كيف بدك انت تغطي 360 كيلو لكل المناطق؟ اضف الى ذلك انه في جنود اسرائيليين هناك، 137 اسرائيلي سيغرقون مع. هل يهتم الامرهم نتنياهو؟ يهتم، لانه المواطنين الاسرائيليين اللي اهاليهم وعائلاتهم واصدقاء الجنود هؤلاء لو شعروا بخطر على حياه هؤلاء لن يرسلوا جنودهم. يعني أنا مش هرسل ابني معاك لأنه قد يخطف ويؤسر من المقاومة الفلسطينية ويصبح رقم 138 و140 ويصبح آخرين عنده، حتموت لي إياهم بالمياه البحار أو إغراق غزة وإغراق الأنفاق، فأنا لن أسمح. أضف إلى ذلك على مستوى البيئة، غزة خلينا نكون صريحين، قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 1993 وإنشاء السلطة الفلسطينية في 94، إذا بتذكروا في 94 تم إنشاء السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية القاهرة 1994 4 مايو، وقعت هنا في مصر في حضرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان الرئيس ياسر عرفات والرئيس رابين رئيس الاحتلال الإسرائيلي رابين. الاتفاقية التي تم توقيعها في مصر تم تنفيذها في غزة. الإسرائيليين حفروا في غزة آبار جوفية وسحبوا مياه المياه العذبة، يعني من المياه الجوفية العذبة من سواحل غزة وتحديدا في مدينة خان يونس، وسحبوها إلى داخل الاحتلال الإسرائيلي وأسسوا شركة اسمها شركة مكاروت. مكاروت هذه بتبيع المياه الحلوة على غزة وبتبيعها علينا في الضفة الغربية وفي الأراضي الفلسطينية، زائد هم بيستخدموها لكل المستوطنات من مياه غزة. الآن إغراق البحر، وهذه لأول مرة بحكيها ما حدش، يعني إغراق المياه البحر إلى في غزة، إغراق غزة بمياه البحر معنى كده إنهاء المياه الشرب يعني الصالحة والعذبة التي تخرج من المياه الجوفية في غزة وتنقل إلى المستوطنات، وبالتالي هو يقتل نفسه. هو يقتل نفسه إغراق التأثير. الأبار يعني إغراق الأبار، لأنه كله حيتم تسريبه كله إلى في المياه الجوفية. صحيح. في بطن أرض غزة. طيب على الجانب الآخر، مازال مطار العريش بيستقبل عدد كبير جدا من المساعدات اللي بتصل للعريش، بيتم تجهيزها ومن ثم نقلها إلى معبر رفح حتى دخولها إلى الجانب الفلسطيني. دلوقتي هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من العريش، هنعرف منه آخر مستجدات الأوضاع هناك واستقبال المساعدات الإنسانية المرسلة لأهلنا في قطاع غزة. يا كريم صباح الخير. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جماعتنا، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا شاذلي، يمكن زي ما انت قلت مطار العريش من ساعه ما مصر سمحت باستقبال المساعدات من جميع الدول اللي مشاركه في هذه المساعدات وما زال بيستقبل الطائرات المختلفه. وصلنا لحد امبارح 285 طياره وصلوا بالفعل لمطار العريش الدولي، ده غير الطيارات اللي على وشك الوصول النهارده الحقيقه للمطار. بنتكلم على عدد كبير جدا من الاطنان من المواد الغذائيه والمستلزمات الطبيه وكمان المستلزمات المعيشيه لمواجهه فصل الشتاء. الحقيقه ما زالت بتيجي لمدينه العريش والشيخ زويد عشان يتم شحنهم بعد ذلك لمعبر رفح المصري ليتم نقلهم الى الاشقاء في فلسطين. بنتكلم على الحقيقه اكثر من 180 الف لتر من الوقود دخلوا بالفعل إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة. بنتكلم على شاحنتين بالفعل دخلوا امبارح ضمن 140 شاحنة بشكل عام من المستلزمات الغذائية والمستلزمات الطبية تم تجهيزهم للدخول عبر بوابة معبر رفح المصرية. بنتكلم على أنه الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم خلال اليومين اللي فاتوا امبارح وأول امبارح 75 شاحنة فقط من المساعدات الغذائيه، ده بسبب ان قوات الاحتلال الحقيقه بتعرقل دخول المساعدات دي بحاجه من الاثنين، اما ان هي بتاخد وقت طويل جدا في تفتيش هذه يعني
الشاحنات بتوصل ليوم كامل في بعض الاحيان، او في بعض الاحيان هي بتسيب هذه الشاحنات تتكدس داخل الناحيه الفلسطينيه في قطاع غزه وبتسيبهم موجودين ما بتفتشهمش، ممكن ما توصلش الوقود لهذه الشاحنات. الا ان مصر على الجانب الاخر من ناحيتنا هنا بنفضل مصممين بتجهيز الشاحنات وتوصيلها لمعبر رفح، وكمان ضغط كبير جدا، بنتكلم على مئات الشاحنات، بنتكلم على 140 شاحنه تم تجهيزهم امبارح والنهارده فقط عشان يخشوا المعبر رفح المصري، بنتكلم على كمان مئات غيرهم ما زالوا بيتوافدوا على العريش اما عن طريق الطيارات في المطار او حتى عن طريق التحالف الوطني وحياه كريمه وصندوق تحيا مصر والتبرعات الخاصه بالشعب المصري من كل محافظات مصر الحقيقه، ودي مستلزمات غذائيه ومستلزمات طبيه، وكمان الحقيقه تبرع بالدم. يمكن امبارح كان التحالف الوطني في جميع محافظات مصر ومنها العريش شاهدناه هنا في ميدان الرفاعي، كان الحقيقه الحمله بسيارات الاسعاف اللي خرجت لي يعني جمع تبرعات الدم من المصريين هنا من اهالي شمال سيناء، وبالفعل تقدم الناس كان بيبتدوا من 8 الصبح لحد 8 بالليل، الحمله كانت مستمره لنقل التبرعات بالدم. كمان مخزن الهلال الاحمر المصري المتطوعين ما زالوا بيعملوا على مدار الساعه من اول يوم تقريبا، وهم بيشتغلوا 24 ساعه يوميا، بنتكلم على اكثر من 6000 متطوع في الهلال الاحمر المصري الحقيقه شغالين من التحالف الوطني مستمرين في نقل المساعدات دي. كمان على الجانب الاخر الحقيقه انه يعني سيارات الاسعاف المتوقفه امام معبر رفح المصري ما زالت بتتوافد دايما من المستشفيات للمعبر او حتى في النقطه الفاصله بين معبر رفح المصري والفلسطيني عشان تستقبل المصابين من الاشقاء في فلسطين. بنتكلم انه امبارح مثلا دخل 19 مصاب تم توزيعهم على المستشفيات المختلفه اللي حددتها وزاره الصحه، وما زالت سيارات الاسعاف المتبقيه لسه موجوده، وكمان مزدوج الجنسيه من خرجوا بالفعل امبارح جزء كبير منهم، بنتكلم على اكثر من 7000 من مزدوجي الجنسيه خرجوا خلال الايام الماضيه، بنتكلم على امبارح بس فقط خرج 1500 مصري من قطاع غزه الحقيقه قدروا ان هم يعودوا تاني لهنا لمصر خلال امبارح فقط. بنتكلم بشكل عام كمجمل بقى المساعدات، احنا بنتكلم على اكتر من او ما يقرب من 2500 2300 وشويه تقريبا 2500 شاحنه دخلوا خلال لقطاع غزه خلال الفتره الماضيه من المساعدات المختلفه، ده طبعا عدد مهم لكن بالنسبه لاحتياجات قطاع غزه هو أقل من القليل، يعني ده أقل من 10% من الاحتياجات الحقيقية للأشقاء في فلسطين في قطاع غزة، وده برضو ما منعش الحقيقة من الدبلوماسية المصرية والمجهودات المصرية المستمرة لضغط عشان محاولة مد الهدنة أو حتى بشكل عام يعني إدخال المساعدات على قدر أكبر من المستطاع للوصول للأشقاء في فلسطين. النهاردة كمان يعني مطار العريش لسه ما زال بيستقبل الطائرات، وإحنا بنتكلم دلوقتي في جسر جوي للكويت لسه ما زال مستمر، جسر جوي للسعودية بالإضافة للعراق بالإضافة للأردن بالإضافة المنظمات المختلفة اليونيسيف لسه ما زالت بتبعت المساعدات وبنستقبلها في مطار العريش الدولي. والآن عودة ليكم مرة ثانية. نشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم بيبرس من العريش، نشكرك يا كريم. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وحدثنا عما يحدث في قطاع غزة مع دكتور أسامة شعث أستاذ العلوم والعلاقات الدولية. مرة أخرى هرجع لحضرتك وبالحديث عن المساعدات التي ما زالت تصل إلى مطار العريش وأيضا التي تعبر عبر معبر رفح. بالنسبة للدور المصري حتى الآن، مصر الحقيقة لعبت دور قوي جدا وفعال منذ بداية هذه الأزمة تحديدا، ويمكن حتى الوساطة المصرية في هذه الهدنة التي لم يتم تمديدها مرة أخرى واستمرت فقط لسبع أيام، شايف حضرتك الدور المصري والوساطة المصرية لأي مدى كان ليها دور في هذا الصراع؟ يعني مصر لم تتوقف منذ هذه الهدنة صراحة أو هذه الأزمة أو بداية المعركة، مصر دورها تاريخي، وللأسف الشديد هناك الكثير من حتى من أبناء الشعب المصري يعني يجهلون التاريخ المصري في المسألة الفلسطينية. مصر حاربت مع فلسطين وهي شريكة، وأنا دائما أقول شريكة، مصر شريكة في معركة التحرر الفلسطيني. مصر شاركت الشعب الفلسطيني في 48 وفي 56 وفي عام 67، ما زالت هي التي تدعم المقاومة الفلسطينية، كانت في عام 53 انتهت، يعني خلي بالكم في عام 48 انتهت القضية الفلسطينية، مؤسسات الحكومة الفلسطينية قضيت تماما ولم يصبح هناك كيان سياسي فلسطيني مطلقا، وأصبحت مسألة فلسطين هي مسألة لاجئين ومسألة إنسانية فقط. لكن مصر بعدما أدارت غزة في ذلك الوقت بعد الهدنة الموقعة، الهدنة الدائمة التي وقعت في رودس 1949 24 فبراير 1949، هذه الهدنة أسست لوجود مصر في غزة.
مصر بدأت تطلق المقاومة الفلسطينية وتدعم المقاومة الشعبية الفلسطينية في عام 1953. يعني مجرد ما بدأت الدولة المصرية تقف على قدميها بعد الثورة المصرية التي تأسست فيها الجمهورية المصرية، فورا بدأ دعم القضية الفلسطينية وإعادة الروح القتالية للشعب الفلسطيني منذ عام 1953 في عهد العقيد، يعني العقيد مصطفى حافظ الذي بدأ الثورة في مصر. هو العقيد المصري، الجيش المصري كان في قلب غزة، هو الذي كان يبدأ العمليات ويقود العمليات الفدائية مع أشقائه من الفلسطينيين، وهو الذي يخطط ويهندس كل العمليات. وبالتالي استمرت حرب الاستنزاف والدعم المصري، هذا على المستوى الأمني والعسكري والفدائي والاستطلاعي. أيضا على المستوى السياسي، مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ إنشاء منظمة التحرير، وبالعكس هي منظمة التحرير أساسا جاءت بقرار وإرادة مصرية عربية، فرضتها مصر على الدول العربية أن يكون للفلسطينيين كيان سياسي لهم حتى يبدأوا بالتحرك. صحيح. لأن المسألة الفلسطينية بدأت تذوب في الأروقة العربية، لكن مصر أرادت أن يكون كيان سياسي فلسطيني وأنشأت منظمة التحرير، ثم دعمت القضية الفلسطينية في بناء السلطة الوطنية الفلسطينية. وتوقع أنا لسه قبل قليل كنت أقول لكم في توقيع اتفاقية أوسلو 1994 وقعت هنا في القاهرة، اتفاقية القاهرة، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وذهب الرئيس المصري السابق الأسبق محمد حسني مبارك، أخذ بيده أخيه الرئيس ياسر عرفات رحمهم الله، وأوصلوا إلى معبر رفح، وذهب إلى فلسطين ياسر عرفات فاتحا في ذلك الوقت لاتفاقية أوسلو. لذلك أنا أعتقد يعني مصر كان دورها سياسي طيلة الفترات، لم تتأخر مطلقا عن الشعب الفلسطيني، أيضا لم تتأخر على مستوى الدعم في كل المجالات، خلينا نقولها بشكل صريح. أضف إلى ذلك الحالة الإنسانية التي يعني نشهدها منذ بداية هذه الأزمة، كما سألت حضرتك، يعني الدعم الإنساني هذا يعني ليس جديدا، نحن شهدناه في عام 2017 2021 2020 2022 2011 2011. هناك روابط تاريخية وجغرافية تربطنا طبعا بالشعب الفلسطيني. أضف إلى ذلك نقطة بسيطة، أن العلاقة يعني الشراكة بالدم والنسب والارتباط الجذري، شعب واحد بالضبط. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، بنشكرك يا فندم. شكرا.